غاب العام الماضي الفنان الجميل أحمد بدير عن دراما تلفزيونية، لكنه قرر العودة لجمهوره السنة دي من خلال مسلسل أمراض نسا بطولة الفنان مصطفى شعبان وإيمان العاصي وحورية فرغلي. وهيقوم الفنان أحمد بدير بدور عم الفنان مصطفى شعبان، وبيعود من خلال المسلسل للأدوار الكوميدية من جديد، والحقيقة نجح في تقديمها على مدار مشواره الفني. من المعروف أن الفنان أحمد بدير تم تكريمه مؤخرا في مهرجان المركز الكاثوليكي، وتم تكريمه كمان في عيد الفن. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان أحمد بدير ونشوف هيقول لنا إيه عن مشاركته في مسلسل أمراض نسا مع الفنان مصطفى شعبان. هو مسلسل أمراض نسا تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج محمد النقلي، في مصطفى شعبان وفي صابرين وحسن كامي وحورية فرغلي ومجموعة كبيرة من الفنانين، ويعني ده عودة بقى للأدوار الكوميدي. يعني بعمل شخصية حافظ ده اللي هو عم مصطفى، وفي نفس الوقت هو اللي بيغرقه ويوقعه في المشاكل اللي بيمر بيها. لا متوقفين شوية لغاية بس من في المشكلة في دور العرض نفسها في المسرح، بنسعى ان احنا ناخد مسرح عشان نعرض عيد المسرحية. اعتقد هيبقى الافتتاح في عيد الفطر ان شاء الله. هدفنا في المرحلة القادمة ان احنا نقدم الفن الجميل اللي بيفيد البلد وبيفيد الناس، لان الفنان لو مجرد بيقدم فن للفن كده اعتقد هيبقى مش مؤثر. انما احنا برضو لابد ان نطرح من خلال فننا سواء سينما او مسرح او تلفزيون القضايا والمشاكل، ونطرح حلول ونعبر فعلا بصدق عن الشعب المصري وما يعانيه وما يصبو اليه. ما فيش شك ان مسلسلات القاصرات اللي عرض السنة اللي فاتت عمل صدام كبير جدا لناس كتير، لكن في نفس الوقت حقق نسبة مشاهدة عالية جدا، وده لجرأة القضية اللي الحقيقة قدمها الفنان صلاح السعدني والمخرج مجدي أبو عميرة. القضية هي زواج القاصرات، وفضل المخرج اختيار ممثلات قاصرات للحفاظ على مصداقية المسلسل، منهم الفنانة الجميلة الشابة مي الغيتي ابنة الكاتب والإعلامي الكبير محمد الغيتي، واللي عرفها الجمهور من خلال دور بياضة. نجحت مي الغيتي بأداء دورها باجتهاد جدا، ولفتت نظر المخرج شريف عرفة ليها، واختارها الحقيقة معاه في الجزء الثاني من الجزيرة 2. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنانة مي الغيتي واللي هتكلمنا عن مشاركتها في فيلم الجزيرة 2 واختيار المخرج الكبير شريف عرفة ليها، ومشاركتها كمان في مسلسل القاصرات مع صلاح السعدني. مبسوطة جدا ان انا عملت دور بياضة، ولقيت ان ردود الافعال كانت حلوة جدا الحمد لله، والمسلسل كان ناجح جدا، وبالذات في الدولة العربية زي السعودية وسوريا ودبي والامارات عامة، فكانت تجربة حلوة جدا، وان شاء الله بقى اعمالي التانية يا رب الناس تعجب. انا دلوقتي بصور فيلم الجزيرة الجزء الثاني مع الفنان احمد السقا، الفنانة هند صبري، الفنان نضال الشافعي، ونجوم كتير جدا، وخالد صالح طبعا، الفنان خالد صالح والفنان خالد الصاوي والفنانة اروى جودة واحمد مالك، وناس كتير قوي مشاركين في الفيلم، وان شاء الله هيطلع حلو جدا، وطبعا المخرج شريف عرفة، فان شاء الله هيطلع وهيعجب كل الناس. انا دلوقتي معروض عليا عملين، فانا لسه مش عارفه يعني هقدر ولا لا، لان انا عندي امتحانات في شهر 6، فمحتاجه ان انا اذاكر عشان اقدر اوفق بين الدراسه والشغل. طبعا نحاول اختار تكون ادوار متميزه او مختلفه عن اي حاجه انا عملتها قبل كده، وتكون برضو مناسبه لسني، بحيث انها ما اظهرش اصغر من سني او اكبر من سني، يعني تكون ادوار مناسبه وتعجب الناس، اهم حاجه.
وصلنا دلوقتي لآخر فقرة في البرنامج وأهم التعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. وأول تعليق معانا للفنان خالد سليم. خالد بيقول أصور حاليا مسلسل سيرة الحب مع سيرين عبد النور والمخرج الرائع محمد جمال العدل. أثار الحكيم حمدين صباحي. قسم التيار الشعبي وقسم تمرد وقسم جبهة الإنقاذ وللأسف مش هيحصل على أكتر من 500,000 صوت في النهاية. الإعلامي يوسف الحسيني جماعة الإرهاب الإخوانية لا ينافسها في الخسة إلا الخسة نفسها. مجدة الرومي مصر لها رصيد كبير عند الشعوب العربية وستبقى الحضن الحنون للعرب. مي كساب مسلسل سرايا عابدين من أهم المسلسلات التاريخية اللي قدمتها مصر وشرفت بالعمل فيه مع المخرج عمرو عرفة. أنغام اختلف معي من أجل تحقيق مصلحة الوطن ولكن لا تختلف معي على الوطن. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم في نفس الميعاد وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان _ الطبيعية آدريمز وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة بألواننا الطبيعية.